نعم عليكم السلام. نعم أختي، من أعطاك الرقم قال إنه لتفسير؟ من أعطاك الرقم وقال إنه لتفسير؟ طيب ليش تزعجيني؟ هذاك مشغول، ليش تزعجيني على هذا؟ لأن استعرفينه وتقطعين عليه البث، يصلح كذا؟ مو عيب أعطيس مشغول وتدقين وأنا أبث منه؟ والله عيب ترى، والله قطعتوا عليه البث، الناس يناظرون، حرام عليكم والله. طيب شلون ما كان قصص؟ أنا أبث من جوالي هذا اللي فيك، أعطيس مشغول وتتصلين، أعطيس مشغول وتتصلين، يعني ما أدري إيش أقول أنا صراحة، أنا تعبت. الله يحفظ، بالله لا عاد تتصلين على هذا لتفسير احلام، هذا مخصص للرقية الشرعية واستفساراتها، الله يرحم والديك. جزاك الله خير. يا اختي شوفي البث فيه رقم، اتصلي عليه، مشغول انتظري لين يمسك معك الخط، هذا انا ابث منه، اشغلتيني والله، الله يرحم والديك. ما يشبك معايا. ما هو ذنبي ما يشبك معايا، لا تزعجيني على هذا، هذا ابث منه. طيب خلاص اسفه. السلام عليكم. كل ما يمشكوا معاي ايش اسوي لك؟ طيب جماع مو عصبت، شبكت من ذا اتصلوا على ذا، شبكت من ذا اتصلوا على ذا، ايش اسوي؟ طيب ابي جوال ما في شريحه بشتري، حاط لها الرقم تتصل على ذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. عندي حل يا شيخ. خير ان شاء الله. طال عمرك واحد من اخواني داخل علينا في المجلس ومعطينا فلوس. طيب. وانا عودت البيت والبس غرتي وحولت، يوم حولت فاذا خالي داخل علينا يقول والله انا ابلغ عليك. يعاني اخوي اللي معطينا الفلوس. طيب. انا عودت البيت وخيت لي سلاح وديت وشرت وجه خالي، قلت له رح وقفنا بشرك اقول له وتبعت خالي لين دخلت بيتي. طيب. وهذه اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. نعم. خالك مخطن عليه اخوك؟ مخطن عليه من ناحيه في مجلس من مجالس الرجال مخطي عليه؟ لا مو مختاري. ما اخطا عليه ابدا؟ ابدا. والرؤية متى؟ اليوم امس صلاة الجمعة قبل الساعة 8 قمت متروع. الجمعة. خالق قريب مستواه من عمركم؟ لا كبير، قد رجع كبير. طيب. أخوك كم عمره؟ أخوي عمره في الثلاثينات. أخوك كم؟ في الثلاثينات. والله يا أخي الرؤية تدل على أن قد يكون وراء العالم أن أخيك يخطي على خالك بخطأ، فيعني يصير يعني الخلاف هذا اللي بينك وبين أخوك وخالك، وأنت تكف هذا تقطع المشكلة اللي بين أخيك وبين خالك أنك شوي ترفع صوتك على خالك. وهذه يا شيخ هذا هو اللي يظهر والله أعلم. يعطيك العافية. هلا. يا جماعة مو طالع عندكم رقم التفسير هنا ولا مو طالع مثبت حاط دبوش عليه يقول جم رقم التفسير؟ المشكلة الجوال عندي الآي سي فيه خربان، ولا كان شغلت الواي فاي بس خربان. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. مفسر أحلام. تفضلي يا أمي. لو سمحت مفسر حلم، إني كنت مرة بسكة زي التراب هذه. وش تسوين؟ إني كنت بالبر. بالبر. إيه وكنت بسكة هذه اللي صايرة زي الرقمية. إيه يعني ما طس سيارات. لا زي البر. وكان يميني ويساري زي الحبس. زي ايش؟ زي الحبس. وشو؟ حبس يعني نفوذ صغير من يمين ويسار. ايه حبس.
إيه وفي زي التفرعات الطرقات الصغيرة طالعة من يمين ومن يسار على هذا الحب. وأنا كنت أمشي على هذا الطريق الأساسي اللي بالوسط وكنت راكبة زي هذه السطح اللي شلون علي السيارات اللي بعد الحادث. إيه وكنت واقفة ومتمسكة كذا واقفة بالحديد ويميني زي الدلو خشب طالع منه هذه المساحة القديمة اللي زي الشعر والمكنسة تمام. ايوه وكنا ماشيين مسرعين بهذا الطريق وكان الجو زي الغبار برتقالي يعني. وكنا ماشيين كنا مسرعين ونهاية الطريق في زي النور الكبير وكنت انا يعني بالي بالي ان هذا النور هو نور المحشر يعني كنا رايحين اليوم القيامة. ايوه ايه وكنت اعرف انا واحدة واحدة قريب لي مرة لقيتها وحنا مسرعين نمشي رايحين لما المحشر كذا واقف عند حد الطرقات هذه تبكي وحنا ماشيين بالسيارة كذا شفتها مسرعين وانا واقف وكنا مسرعين كذا رايحين لما المحشر وشوفها كذا واقف تبكي عند احد الطرقات هذه. طيب بس انت هالحلم ايه سؤالي هلا عندي اسم مشاكل في المسالك البولية؟ أنا لا يا رب الكهم. ما عندي مشاكل باطنية؟ جديد ولا قديم يعني؟ الرؤية متى؟ الرؤية قديمة متى؟ قبل تقريبا 6 سنوات 7. جيتس عقبها مسالك بولية؟ تعبتي منها؟ هلا؟ جيتس عقبها مسالك بولية؟ لا الحمد لله. ما جيتس مسألة احتباس بول الله يكرمك والملائكة والسامعين؟ لا لا الحمد لله. ولا مشاكل في الكلى أو حاجة؟ لا بس هذه الفترة صاير آخر ظهر يوجع مرة يعني يمكن له دخل بالكلى. إيه ولا عندك احتباس بول الله يكرمك؟ لا الحمد لله ما قدام. ترى الحلم قديم يعني قبل 6 7. والله الرؤية تدل على يعني مشاكل باطنية قد تكون يعني مسألة احتباس بول أو الناس كرام الله يعني تحبسين اسمحي لي هذا الكلمة تحبسين البول على فترة طويلة أو إنه ما ينزل عليك فترة طويلة. هذه الفترة ولا فترة الحلم ولا الفترة؟ ما أدري أنا أقول لك أتكلم عن تعبير رؤية ما أتكلم متى. فقط هذا الحلم. هذا اللي يظهر لي والله العالم. طيب ممكن أفسر شيء ثاني؟ إيه. كانت يوم أنا صغيرة هذا الحلم يجين كثير وأنا ما أدري هل هو حديث نفس أو أنه حلم له رؤية أو تفسير. أني كنت أحلم زي كذا سواد وفيه زي المربع هو اللي يشع نور يمشي كذا بالترتيب يمشي وراء بعض كذا المربعات بالترتيب زي فجأة يبدأ يتشوش من الأوراق زي اللي يتعرفطن وفجأة أقوم أصيح وتكرر علي يمكن سنة كاملة يجينا الحلم هذا يوم أنا صغيرة. أنت من كم سنة هذا الرؤية؟ قديمة 6 سنوات 7 نفس الشيء. يوم من الصغيرة بقابل 6 سنين؟ إيه 6 7 يعني 8 كذا. إيه 6 سنوات تقريبا. إيه والله ما أدري تقولي كنا يلحقوني مربعات وصيح تقولين أنتي. إيه مربعات لا قمت من النوم أقوم فزعة أصيح ولا هو بالحين بس كذا مربعات تمر نور بعدين فجأة بدأت تعرفت يصير زي الإزعاج راسي بعدين أقوم كذا أصيح. تمر مربعات؟ إيه كذا سواد فيه زي المربعات زي الورق البيضة. طيب تمر كذا مرتبة وراء بعض. كنت في فترة دراسة واختبارات؟ ما أدري يمكن. طيب هذا تدل على تعب من اختبارات أو شيء والله العالم أو ضغط يعني. إيه تدل والله العالم على ذلك مربعات اللي الكتب ضغط احيانا يعني تسبب من كثرة الضغط عليك انك تنهارين او تصحين. بس جميل. طيب كيف فرصة اقول حلم ولا خلاص ما في وقت اخر واحد؟ حلمت مرة انه بزي الارجاحة كذا العب وكنت بشارع في ناس يروحون ويجون كثير ناس وكان الوقت بالليل زي الظلام وفي نجوم بس ما وكانت تطيح بالأرض وبدأت تطيح نجوم ويشتغل بصوت عالي الآية اللي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وبدأت تطيح نجوم كذا كنت فزعة وألعب بهذه المرجحة وخلص الحلم وكنت فزعة كذا كنت تناظر الناس وانتهى الحلم. تعيد الرؤية من جديد.
كنت تعرف المرجحة اللي يركبون بها كذا زي الكرتين قدام بعض. إيه. إيه كنا راكبين كذا، ما أذكر من كان معي أو كنت لحالي ما أدري، الزبدة إنه كنا نلعب وكنا بذي الشارع اللي فيه كذا محلات والناس يروحون يجون كثير، وكنا بوقت ليل ظلام وبس في نور النجوم والمحلات، فجأة بدت النجوم تطيح بالأرض واشتغل بصوت عالي آية تقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله أكبر، هذه أفضل رؤية رأيتها. هلا، هذه متى الرؤية؟ الرؤية قبل بنفس الوقت اللي كنت حلمت به بسالفة هذه اللي توقف لك اللي كنا الجو غبار وطرقات وراح لما المحكة. متى يعني؟ متى؟ ما أدري أنا متى؟ متى؟ قبل 6 سنوات كذا. طيب. قديمة 5 سنوات. والله المستعان، هذه الرؤية تدل على موت علماء. هلا؟ الرؤية تدل على وفاة وموت علماء. قبل 6 سنوات توفى يعني علماء جليلين في ذلك الزمان. أقول الرؤية تدل على موت علماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أمنة عليكم من العذاب في معنى الحديث، والعلماء وأصحابي كذلك، قال والعلماء أمنة كالنجوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث. فسقوطها على الأرض يدل على وفاة علماء، والناس تقولين كان أنت في مرجيحة والناس تقولين يلعبون وكذا، يدل على غفلتهم عن العلماء وعن العلم، خاصة أن يعني الآية اللي تقرأ القرآن قراءة علم، فهمتي؟ لا. شلون لا؟ ما فهمت آخر شيء إيش قلت، يعني من الناس إيش؟ يدل على الناس معرضين عن العلماء أو مبتعدين عن العلماء، يتوفون العلماء وهم بعيدين عنهم. جميل. بس. زين جزاك الله خير. الله يحفظك. جماعة اللي يسألني وش اسم ماركة الساعة، والله ما أدري إيش ماركتها، شاريها من معقلية الظاهر إني رخيصة، شاريها رخيصة يعني ما أدري إيش، ما أدري إيش الطاري اللي خلاني أشتريها، بس إني شريتها بوريكم إياها، لونها أزرق، أهداني واحد من الشباب الطقم هذا الكبك أزرق. مو بنا اللي شاري والله، شيء أعطاني إياه واحد من الشباب الكبك أزرق، فقلت أشتري له معها ساعة زرقاء عشان تصير طقم. بس أهداني إياها الشيخ شليل الغدراء الشيباني، وقلت أشتري معها مرة واحدة ساعة عشان تصير أزرق فزرق، وعندي أصفر أصفر بصفر كذلك عشان ما تقولون أصفر بصفر قلم معها قلم أصفر عشان ما حد يفهم خطأ. بس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. تفضلي. عندي حلم تحلمت إن في واحدة أعرفها جالسة فوق سرير جدتي. فوق إيش؟ سرير جدتي. واحدة جالسة فوق سرير جدتك. أيوة أعرفها، وكانت لابسة يعني أسود واللبس حقها يعني كان مشقق، وشعرها يعني منحاس طايح على وجهها، وجهها يعني كان أسود كذا، وتناظرني وأنا عند الباب، كان يعني الجو مظلم. بس إيه من هي ذي؟ واحدة أعرفها. بينها وبين جدة إيش مشكلة؟ والله ما أدري. ما تدرين؟ ما أدري. عمرها كبيرة ولا صغيرة؟ لا صغيرة. إيه سؤالي، هذه رعية مشاكل؟ ايه. ايه دل انها تكاشفة للأسرار، ويدل انها ظاهرة تنبل عيبة قدام الناس. ايوه. وشكلها مشغل تنجدد. والله ما ادري. ايه انا اللي ادري. بس. طيب انت فهمتاني. نعم. تحلمت بحية كبيرة وطويلة. ايه. ايه بس. بعدين. بس. ما في شيء. كانت قدامي. حية قديمة طويلة، كطويلة وكبيرة. طويلة طويلة وعريضة. وين فيه؟ ده كذا قدام يعني مو في مكان. يعني بس هي طالعة في وجهي كذا بس. كبيرة وطويلة. إيه. قدامك حياة طيبة إن شاء الله بإذن الله. إيه. قدامك حياة طيبة إن شاء الله أقول. ان شاء الله. الله يكتب لك الحياه الزينه، الله يحفظك يا اخيتي. حيه قدامها، حيه حياه، حيه حياه قدامها حيه.
حياة قدامها، حياة طيبة إن شاء الله. بعض الناس يقول حية تخوف قدام يسمع، لا حياة طيبة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا شيخ. أنا عندي حلمين. الحلم الأول، رفعي صوتك. عندي حلمين. ايه؟ الحلم الأول تحلمت من حية تدخل غرفتي حقة نومي وتطلع، تدخل ثاني مرة وأقول الرجال يذبحها، ما ذبحها، مسكت أنا المقص وقصيتها من النص. طيب رؤية الثاني. هذا هو. وأشوف قطوة عندي في البيت مرة. الحلم الثاني دائما أحلم بصديقاتي أيام الكلية وكنا ندرس الجامعة، دائما أحلم فيهن. وآخر ما حلمت قبل يومين حلمت في واحدة ما كلمتني، أمس رجعت تكلم لي تقول أنا متزوجة ومطلقة وما أدري وشو. هذول الحلمين الاثنين. عدي لي الرؤية الأولى. الرؤية الأولى تحلمت حية تدخل غرفتي وتطلع، ودخلت ثاني مرة وأقول الرجال يذبحها، ما ذبحها، أنا مسكت المقص وذبحتها من النص وطشر دمها. متى الرؤية؟ قبل شهر تقريبا. حدث لك مع مرأة خلاف؟ مرأة خلاف؟ ما معي. ممكن في وحدة في تدخل في حياتك الخاصة أو أنها تجيك وتزورك في البيت؟ لا، يعني قبلها في مجلس عام، يعني ما تدخل بيتي. قريبة لزوجك؟ إيه قريبة. أيوة. هذه الرؤية اللي تدل عليه، تدل أنك بتقطعين العلاقة مع هالمرأة هذه، والله العالم قطع كامل، ولا عاد راح ترينها يبدو، والله العالم، او النس يعني بتنهين هذا الامر. انت قد اشتكيت لزوجك منها؟ ايه. اي بس يبدو ان اشتكيت لزوجك وزوجك ساكت، قضية إيه؟ انه ما بيدخل في سلفة حريم. ايه. هذا إيه؟ هذا تعبيرها. الرؤية الثانية ذكريني اياها. اني دايما اتحلم بنات ايام الجامعة، اتحلم معهم، اتحلم فيهم، يعني اشوفهم معي، اتحلم اني كني ادرس، اني ادرس. انك تدرسين بس؟ اي اني ادرس معاهم ومعي دفتر واقلام. دائما الحلم هذا يعني يتكرر بين فترة وفترة. واخر مرة تحلمت معي كانت هذه البنت من ايام المتوسط، ما كلمتني في الحلم. سبحان الله، امس رجعنها كلمتني وقالت اني تطلقت وما ادري وشو. بس اني دائما اتحلم اني في ايام الدراسة، مع اني انا متخرجة. عندي عيال يا أخو أخوات؟ إيه عندي يا بنت وولد. كان في أيام الدراسة؟ إيه. يعني كل مرة مع بنات غير، مرات بنات متوسط اللي يكون معهم، مرات بنات الجامعة اللي يكون أنا معاهم. بس كذا؟ إيه. إني أشوف مرات أقابلهم، مرات يكون عندنا اختبار، مرات لا إننا نمشي. يعني الحلم، بس إني دائما الحلم إني أيام الدراسة أكون. طيب أبي أسأل السؤال بس عشان تجاوبيني منه. أنت ما عندك علاقات بالناس يبدو كثيرة؟ علاقتي محدودة نوعا ما. أي هذا تعبير، يبدو أن علاقتك مع الناس محدودة ولفترة وتنتهي فقط. هذا اللي يظهر لي والله العالم. هذا هو يعني. طيب أنا تحلمت، معلش، حلم ثالث آخر، تحلمت إن القدم، آخر حلم، تحلمت القدم اللي صار إنها متكسرة القدم، وانها تلعب، وانا كنت في بيت اهلي. قالوا لي اهلي بنوديك المستشفى اشوف رجلي تنتفخ وترجع تفش. قلت لا 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 لا، انا بكلم زوجي يوديني المستشفى، ماني قاعدة عندكم. قلت بروح يوديني المستشفى، معناه اني بيني وبين بيت اهلي 60 كيلو. ترين ان قدمك تقولين منكسرة؟ اي هو اليسار القدم، حتى انها تلعب وانتفخت. وكنت في مطبخ اهلي انا، وجاني ابوي وجاتني امي. قلت لا لا لا، انا بكلم زوجي وبديني، انا ماني متعالجة عندكم. طيب تسمحين لي اقول لك كلمة؟ وش هي؟ انت قاطعة باهلك؟ لا لا والله ماني قاطعة فيهم. لا ماني قاطعة فيهم. مقصرة في مسألة الروحة لهم؟ إيه، لأن عندي ظروف ما تسمح لني أروح. أي هذه الرؤية تدل والله العالم أنك مقصرة في حق أهلك يبدو والله العالم، وزيارتهم وقدومك عليهم، قدمك عليهم
انت لو قلتي رجلي كان التفسير يختلف، بس اخذنا من كلمة قدم قدومك عليهم. منشغلة بحياتك مع زوجك نوعا ما، يعني لان حطت لي يعني ظروف صحيه وظروف هذا تعبيره يدل، وانا اخوك بس هذا هو يدل على انك يعني قدومك على زوجك منكسره، يعني في حاجز فيما بينك وبينك او الصله اللي بينك وبينهم. طيب شكرا يا شيخ. جماعه اخر اتصال، والله تعبت. ليش تدين من الغيبة يا الغالي؟ آه من صورتك ليش تدين من الغيبة يا غالي؟ يا القفطة. تفسير الرؤى، تعبير الرؤى له رموز وله معاني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، يعني الرؤى. فالرؤى إما تحدث بأمر بالمستقبل أو بأمر بالماضي أو إخبار أو إنذار. عرفت يا سيدة قفطة؟ تدعي من الغيب، ما هو الدعاء علم الغيب، هذا فهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفسرون، والسلف كانوا يفسرون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفسر، يوسف كان يفسر. ما ليس الدعاء علم الغيب، الغيب علمه عند الله بس. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. تفضل لو سمحت. تفضلي. أنا شفت بالحلم، حلمتني كأني بالمطبخ أبغى أصلح شيء، وبحاول أطبخ أطبخ بس ما عرفت أطبخ. وش تسوي؟ ما عرفت أطبخ، أبصلح طبخة يعني بصلحه، بس ما عرفت زينه، عدت زينه. جت أختي قالت أنا ضبط عنه، أنا شال زينه. عدت هي الله عفيس، عدت زينه مدري وراي مرتك، وطلعت من الباب من المطبخ قبلت أنا أختي، قالت ودي كل شيء بس خفت خافين. قلت لا قولي لي عادي. قالت إني شفت مرام باللبس السماوي. قلت لها تزولون لت يعني الشياطين، ما في مرام مهيبه تزولت، لا ما في أحد. وكني فجأة رحت الغرفة مع ولدي الصغير، وكنه صاغر يعني ولدي مو بعمره الحين صاغر بالحلم. جيت رحت نمت أنا وياه، بس فجأة بدوا يطمرون علي كأنه مش شياطين بغرفتي. قمت مرة خايفة وبفتح الباب، لما داوت في يوم التفت من غرفتي أثرى مكتوحة على كأنه شارع أجنبي، كأنه ديرة أجنبية. قلت يوه وش اللي فتح ذي، بروح أفتح الباب بسرعة بطلع من غرفتي تخوف. صار يوم فتحت غرفتي أثرى يوم أمي قابلتن علي عباتة جي خمها يعني خم أمي على صدره، وقل يوم أنا خايفة قلت بسم الله عليك سمي بالله وما هنا للعافية. قلت هي أنا أقرأ إيتها الكرسي، بس شوفي بغرفتي شبه مفتوح. راحت أمي كنا دخلت الغرفة قلت ما فيها شيء. قلت جيبوا ولدي خلاص أنا من الدخل الغرفة، وبيتي شكله مسكون لأني أهجره لازم أقرابه. صحيت وأنا أكرر هالكلام على أمي وأقول لأختي غدير خليها تجيبه. أنت رأيتي هالرؤية كانت في بيت أهلي أو في بيتك؟ أول الأمر كأني ببيت أهلي. طيب تسمحين لي ها؟ تسمحين لي بسؤال؟ يلا. متى الرؤية؟ الرؤية الجمعة اللي فاتت. أنت إذا رحتي عند أهلي استقروشتي من البزران والإزعاج ولا تتحملين؟ لا 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 عادي. ما في هالشيء؟ لا لا الحمد لله ما في هالشيء. أيوة عدي للرؤية من جديد بدايتها. أنا إن شاء الله أبشر. أنا حلمت أني تعدك عني بصلح طبخة عند أهلي، عجزت مدري وراي كأني مرتبك، شفت كأن عندي شيء مشغلا. قالت لي أختي هاتي أضبط عنت وهاتي. قلت ما عرفت أصلحه. قالت هاتي أنا زينة. قلت هي الله يعافي زيني يا الله يجزاك خير أنا بطلع. وطلعت من المطبخ قابلت أنا أختي الثانية. قالت لي شفتي ودي أقول الشيء بس أخفت خافين. قلت لا عادي قولي لي مرام بنت خالي تصير. قالت لي شفت مرام لابسة سماوي. قلت له لا ما تزولت مرام يعني مش جابة عندنا ببيتنا. تزولت هذا الشيطان تعود من البيس وتركيهم. فجأة صرت بغرفتي كأني ظلمة يعني، وراح أنام على سريري أنا ووليدي صغير وماسكة نيد وكأنه صاغر يعني مو بعمره هو الحين، هو عمره 7 سنين الحين بس بالحلم صار عمره سنة ونص. طيب سؤالي أنت رايحة لهالس قريب؟ أنا إيه أنا زوجي روح انتداب وناجي عند أهلي. طيب السؤال، ولدك من أصغر العيال الموجودين؟ إيه نعم صحيح أصغرهم هو. إيه؟
والعيال اللي انتم اللي رحتي عندها هذا قشران شوي عيالي؟ لا مو بعيال، عيال خواتس، عيال اخوانك الصغار اللي يصيروا موجودين في البيت هالفتره. ايه اوقات هي يصير يعني تكعك بس لا جو زيارات. ايه تصير. انا اقول والله العالم بالنسبه للرؤيه تعبيرها يدل على ان العيال الصغيرين الموجودين قشران على ولدتك، هذا واحد. ايه قشران على ولدتك، ولدتك انت تخافين عليه بزياده زين، وتمنعينه يلعب معهم او يروح معهم يعني خاصة عليه، خايفة عليه شوي بزيادة. لا عادي طيب. يعني لان اصدرهم وفيهم والله العالم مسألة زي ما تقول دفاشة او شيء من هذا. اي فيها النوع صح. اي بس هذا تعبيرها، وانا اخوك هذا تعبيرها. ومرام سماوي وهذه هذه لا ما لها علاقة بالرؤية. هذه الرؤية تدل عنك اذا رحتي لأهلك انت العيال الصغار، انت حريصة على ولدك الصغير، دليل على ذلك انك انت ما اخذته معك للسرير في غرفتك، دليل عنك انت يعني حريصة على فيه حرص زايد على ولدك، وان ولدك اصغر الموجودين. ايه طيب عندي حلم ثاني الله يعافيك. حلمت باختي كأنه هذه واحدة واقفة وراي وشعرها طويل حرمة قدامي، واقفة قدامي وشعرها طويل وكثير، ما عرفتها مني ومسكتها مع كتفة إلى أختي، التفتت وابتسمت قلت ما شاء الله يا الشعر عليك، وصحيت بس وهي تناظرة متبتسم شعرها طويل وكثير. رأيت عدي الرؤية من جديد. شفت أختي واقفة كأنها ملقيتها وراها وأنا ما عرفتها، يعني بالحلم هي أختي بس ما أدري من هي، بس هذه الحرمة شعرها طويل، يوم مسكت كتفها ترى أختي التفتت وترى أختي قلت ما شاء الله وش الشعر يبل عليك وتبتسم تناظرها متبتسم صحيت. طيب أختس هذه متزوجة أو لا؟ لا لا مين متزوجة. اي سؤال معليش تسمحي لي بس أبيس تجاوبيني بصدق عاد. يسم اي تغارين من أختك بشيء؟ لا أبدا. لا هي أختي الصغير يعني أصغر من وأنا ما شاء الله أكب بسن بناتي يعني. هي بسن بناتك؟ إيه بن عندي بناتك. الله يحفظك. ما في يعني الحمد لله. أختي حالتها الصحية كيف؟ أختي؟ إيه. ما أدري والله يعني ما عليا ما ألاحظ بحالتها الصحية شيء. ما تشتكي شيء؟ لا الحمد لله ما تشتكي شيء. رأيتي كان شعرها طويل تقولين؟ طويل وكثير كثير يعني. متزوجة أو لا؟ هي لا من متزوجة. كانت لا تذكرين إيش كانت لابسة؟ لا ما أذكر لبسها بس إني أذكر اللي بالحلم الشعر. طيب أنا أقول هذا والله العالم يعني كانها وجهها مو بلمك صح؟ إيه ملقيتها وراه وجهها مو بلمي بس يوم مسكت فنظرتها وابتسمت. أنا أقول هذا والله العالم بالنسبة للرؤية تدل على زواجها وابتعادها يعني عنك في مشاغل حياتها هي، ويصير بينك وبينها تواصل في الزيارات اللي هي لمس الكتف هذا إذا التقيتوا يعني إذا التقيتوا صرتوا تسلمون على بعض وتشوفون بعض، الرؤية تدل على زواجها إن شاء الله. زين الله يجزاك خير. أرجوك أختي الله يعافيك تفسر حلم أختي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ حلمت انه زي فيه اجتماع بس بالخرج، احنا من سكان الرياض بس كنا رايحين للخرج عشان الاجتماع، فهذا الاجتماع كنا جاية فيه طقاقة كذا سمراء وشعرها بوي هذا الطقاقة، وكنا تهاوشنا معه بعدين يعني بعد المشكلة كذا طلعت من هذا الاجتماع زي الغرفة مجتمعين فيها الناس كثير، وحنا تهاوشنا مع هذه بعدين أنا طلعت منها ورحت لم أختي بتو كلمتك، كانت حاطة براسها حنة وأنا براسي حنة، وقلت له بدام أبوي وأختي كانت واقفة عند طاولة زين هي وأختي اللي أكبر منها، قلت لأختي هذه اللي حاطة براسها حنة بدام العيد إذا أبوي بيحطه ليش ما حطه بالرياض عندنا وشو اللي يحطه بالخرج هنا، وصحيت. طيب انتم عندكم احد اصلا في الخارج او شيء؟ ايه خوالي. ذا الرؤية متى؟ قبل يومين. عندكم مناسبة بتصير قريب؟ لا يعني بس ابوي فعلا يحط العيد عيد اهلنا عندنا بيتنا حنا فيه. والله يا اختي الرؤية ما ادري ايش اقول لك، اقول رؤية
يعني أخشى أنه يعني في الاجتماع أو شيء أنه يحدث يعني مشكلة أو حاجة وتخرجون. الله يستر. إيه؟ وتخرجون أنتم يعني من هذا يعني المرأة السوداء هذه. أحيانا المرأة السوداء تدل على يعني مشكلة في الرؤى، وخاصة يعني خروج أنتم تخرجون والله العالم مسألة يعني مشكلة، وصوت طقاقة يدل على يعني مسألة لسان، خطأ باللسان. إيه نعم. أنت وأختك كأنكم حاطين بالحنة على رؤوسكم، أنا أقول إن شاء الله بإذن الله أنت وأختك تظهرون من هذا الاجتماع بالزينة إن شاء الله ولا هي بالشينة، يعني ما يلحقكم عيب إن شاء الله، لكن يقول إن حصل الاجتماع قد يحدث فيه يعني مشكلة بس. بس الله يكون في عوننا. طيب أختي تبي تفسر آخر حلم الثانية الثالثة؟ طيب سم. ألو السلام عليكم. سلامة الله، أنت آخر واحدة صح؟ أي أنا آخر واحدة. أنا حلمت أن أبوي علمني تعرف التجوري حق خزنة المال. حق إيش؟ خزنة المال التجوري. أي. أن أبوي علمني الرقم السري حقه، أن إني كني أنا حلمت بوسط الحلم إني يعني عرفت أن أبوي علمني هذا حق التجوري ورقمه، وأيجي يقول له وأقول وعيدا عليه الرقم يقول لي لا خطأ، وأنا أبوك يبتسم يقول لي تعالي قعدي. جلسني جنبه فتح لي جواله ودخل الرقم كأنه يعني يتصل ويقول لي هذا هو الرقم سجل لي إياه. أنا لما صحيت من الحلم بوسط الحلم يعني صحيت من الحلم وأنا وأنزل أقول لخواتي إنه أنا تخيلوا حلمت إني إن أبوي علمني رقم السري وإني أنا ودي أروح أجرب، بس أخاف هو يشك إني يعني من وراه وراح أجرب، لا شكلي بسأله وأقول له هل هذا رقمك ولا لا إني أنا حلمت لك. صحيت وأنا أقول لا شكلي بسأله بس. بس أبوش عنده تجارة؟ إيه. أبوش يطرح عليه مواضيع التجارة ويستشيرك فيها؟ إيه كل حساباته ذاري أنا أسويهم يعني. إيه. هذه الرؤية تدل على هالشيء والله العالم، تجارة تجوري ورقمها إيه. السري يدل على أنس أنت أبوش معطيس أنت ميزة خاصة يبدو عن باقي خواتك، أنس تعرفين عنه أمور ما يعرفها أحد غيرك، رقم سري سر. اللهم صلي على نبينا محمد. بقول والله العالم أنس تسلكين مسلكه أو منهجه. الله يجزاك خير. السلام عليكم. طيب بنت اختي محنا انها تاكل خلاص بس تغير. طيب تاكل تمر بقشطه وهي اساسا ما تاكل تمر، حلمت انها تاكل تمر بقشطه وهي اساسا ما تاكل. انت شايفتها في رمضان ذي وتقول اثر انه طعمه زين؟ لا شفته قبل رمضان. وهي ما تاكل تمر؟ لا ما تاكل تمر، وهي تقول الله طلع طعمه زين من زمان من صغره ما تاكل تمر. متى هذا الرؤية؟ قبل رمضان، قبل شهر رمضان، إن شهر قبل شهر تقريبا. هي عندك بنت اختك؟ ايه عندي. ما شاء الله. ترى انها تأكل تمر بقشطة. ايوه. هذا رزق يأتيها ان شاء الله، قوله العالم رزق مالي يأتيها في الآجل وليس في العاجل. ان شاء الله. في الآجل. في الآجلي. ايه زين الله يبارك فيك. الله يحفظك. ما قصرت. بس آخر اتصال قلنا. والله تعبت يا جماعة. إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل يأكله. طيب يا جماعة اليوم استمتعنا معكم بالبث، بنشوف البط. والله البط أحواله أتعبني هالبط. بكرة إن شاء الله أشوفكم بعد صلاة الفجر كالعادة، نبدأ مسابقتنا. بكرة مسابقة للأخوات أبعلنها إن شاء الله في ستوري، مسابقة الأخوات والجائزة تكون عليها كذلك إن شاء الله مجزية. اللهم صلي على نبينا محمد. جائزة مالية وعطور وبخور. بعد إن شاء الله بإذن الله مسابقة الأخوات، مسابقة عيالنا قبل، بعدين الأخوات، بعدين آية وتفسير، بعدين تعبير الرؤى إن شاء الله. طيب نقرأ آيات الرقية لأن فيه كثير طلبوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فسيقولون بل تحسدوننا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون حسبي الله ونعم الوكيل على الحاسدين والحاسدات حسبي الله ونعم الوكيل على حسد النفوس المريضة اللهم ابطل حسدا في الأجساد على جمالها ألوانها على قوامها على تناسقها على تخصرها
اللهم أبطل حسدا في الوجوه على جمالها، في الشعور على جمالها، نعومتها، كثرتها، غزارتها، طولها. اللهم أبطل عينا وحسدا على جمال العينين، على اتساع العينين، على رسمة العينين. اللهم أبطل حسدا في بشرة، في لون، على جماله، صفائه، نقائه، نظارته. اللهم أبطل حسدا وعينا في الزواجات، في الأعراس، في المناسبات، في الاجتماعات. اللهم أبطل عينا وحسدا أصابت فأوجعت فآلمت فأحزنت. اللهم أبطل عينا وحسدا ضيقت على الصدور. اللهم أبطل عينا وحسدا سبب خفقان وتنملا في الأبدان وأوجاعا وآلاما وأوهانا وأحزان. اللهم أبطل عينا وحسدا، عينا وحسدا بين الزوجين، بين الزوجين، أدى إلى نفورا وخصاما وجدالا وفراقا. اللهم أبطل عينا وحسدا على رزق وعلى توفيق. اللهم أبطل عينا وحسدا على علم وتعلم وفهم وذكاء ودراسة. اللهم أبطل عينا وحسدا على دراسة أدى إلى نفور منها، أدى إلى نسيان لعلم، أدى إلى ضعف في فهم. اللهم أبطل عينا وحسدا، عينا وحسدا، عينا وحسدا في الذرية، في الأطفال، على جمالهم، ضحكهم. اللهم أبطل عينا حارت ودارت في الأجساد. اللهم أبطل النظرات العابرات المعجبات. اللهم أبطل النظرات العابرات المعجبات. اللهم أبطل نظرة معجبة في جسم، في لون، في شعر، في مال وولد. اللهم أبطل نظرة معجبة، اللهم أبطل نظرة معجبة أصابت، اللهم أبطل نظرة معجبة آلمت من محب ومحباه. اللهم أبطل عينا وحسدا وإعجابا أخر حملا وإنجابا، سبب تليفات تكيسات، سبب تليفات تكيسات. اللهم أبطل عينا وحسدا سبب تليفات تكيسات، تجلطات، تصلبات. اللهم أبطل عينا وحسدا سببت أورام، سببت أورام، سببت أورام. اللهم اشف كل مرضى المسلمين من الأورام. اللهم اشف أمراض السرطان. اللهم اشف مرضى السرطان. اللهم إنهم يعانون ما يعانون ويتألمون ما يتألمون، تعلم حالهم وأوجاعهم وأحزانهم. اللهم فاصبب عليهم العافية. اللهم اصبب على مرضى السرطان العافية. اللهم اشف كل مرضى المسلمين. يا لطيف بعبادك، يا لطيف بعبادك، يا من أنت لطيف. إن ربي لطيف لما يشاء، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، وأن ينزل عليهم العافية. أسأل الله أن يفرج هم المهمومين وينفش كرب المكروبين.
أسأل الله أن يقضي حاجاتكم، أسأل الله أن يخرج من قلوبكم كل حزن وكل هم للمستقبل أو هم في الماضي، وأن يبدل فرح وسرور وطمأنينة وسعادة. أسأل الله أن يجعل قلبك ما فيه إلا الله وحده سبحانه وتعالى، يقدم أمره ويعظم أمره ويحب أمره ويكره نهيه يا رب العالمين. الله يسعدكم، بكرة إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في البث. اعذروني من الرد على الخاص، ترى الخاص ما أفسر فيه أحلام البتة، أفسر زي كذا في البث، وأحيانا في السناب أفسر يعني أرد على الخاص في السناب لأنه فيه مقطع صوتي أقدر أرد بسرعة أحيانا، مو دايم. الله يوفقكم، النوم الحين، السلامة.